تنظن اننا قدمنا بطوله ترفع من الشان ديال كره القدم المغربيه، في ظل تواجد رئيس مثل فوزي القجع اللي تيسهر على كل صغيره وكبيره والناس اللي شغالين معاه. تنظن الحمد لله هذا الفوز ديالنا فوز ديال الاطر المغربيه، لانه هاد اللاعبين تيمارسوا في البطوله المغربيه وتيدربوهم مدربين مغاربه، فبالمناسبه تنهني هاد المدربين وتنهني المسؤولين على تسيير كرة القدم المغربية. فالحمد لله دابا حنا غاديين في من تصاعد ان شاء الله. هذا المنتخب هذا حقق هذه البطولة، عندنا منتخبات اخرى خصنا نهتموا بها اللي هي موان 20 موان 17 ان شاء الله مقبلين على منافسات اخرى. نتمنى من الله ان نحققوا نتائج ايجابيه لترضي الطموح ديال الشعب ديالنا. تحقيق الالقاب يعني لا ياتي يعني بدون مجهودات، مجهودات ديال الكل، ديال اول حاجه ديال اللاعبين، لانهم كانوا هما السلاح ديالنا داخل الملعب. وتنظن انه التفاني ديالهم والتركيز ديالهم والقتاليه اللي كانت حاضره هي اللي كانت وراء هذا التتويج، اضافه الى الدعم يعني والتحضيرات التقنيه والتكتيكيه والطاقم الطبي تواجد لواحد الكبير مجهود الجامعه بدورها برئاسه فوزي القجع وجميع الاعضاء. تهما يعني خلقوا واحد الظروف اللي هي مواتيه اللي خلتنا على انه اصبحنا يعني ملزمين على اننا ندافعوا على اللقب. طبعا الحضور ديالنا الكاميرون كان بهدف تحقيق هذا اللقب، لانه المجموعه كلها كانت كتحس بواحد المسؤوليه اول حاجه، وكانت عندها الدافع والحافز على انها شخصيا يعني احنا لينا شخصيا اننا نحققوا هذا الهدف. طبعا تحقيق هذا اللقب هذا ليس بالسهل، لان كيف ما قلتي الظروف صعبه وخارج القواعد، يعني في الكاميرون كانت الظروف خاصه ديال الطقس والظروف ديال التنقل، الظروف ديال كوفيد، لانه كان دائما واحد الضغط نفسي على اللاعبين باش كنديروا هذيك المسحات الصحيه كنتسناو لي ريزولتا وهذا. وكان مشكل كبير لما يعني هذاك المدلك ديالنا الاخصائي العلاج الطبيعي بالحبيب عبد الله وبعد دي عبد الكريم خرجوا بوزيتيف، حتى هو كان واحد التاثير وكنا كنتسناو هذاك اليومين. هذه كانت كلها يعني اكراهات، ولكن الحمد لله تعاملنا بشكل جيد. تنظن انه الفريق ديالنا او المنتخب ديالنا استحق، باعتبار انه برهن على انه احسن هجوم احسن دفاع، يمكن في لابوسيسيون في امتلاك الكره كنا احسن منتخب، يعني في الفرص ديال التسجيل كنا يمكن الافضل، وبالتالي تنظن انه استحقنا يعني هذا الفوز. يعني اضافه على انه يوم امس يعني تشرفنا بمكالمه هاتفيه ديال صاحب الجلاله يعني الملك محمد السادس نصره الله، اللي هنا فيها جميع اللاعبين والاخوان كلهم اللي بذلوا واحد المجهود، وحنا بدورنا تنهديو له هذا اللقب وتنهديو لجميع المغاربه يعني من طنجه الى القويره، وكنتمنوا ان شاء الله يعني مزيد من الالقاب للمنتخبات الوطنيه.